اسمه أويس ابن عامر القرني. الراجل ده كان من اليمن، والراجل ده عايش في عصر النبي بس ما بقاش صحابي عشان ما شافش النبي، لان العلماء بيشترطوا في الصحابي ان هو يشوف النبي، حدوث صحابي مسلما لاقي الرسول وان بلا روايه عنه وطول، يعني شرط من شروط الصحابي ان يكون مسلما ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل النبي عليه الصلاه والسلام، دي من شروط الصحبه. فسيدنا أويس فقد الشرط ده ان هو يقابل النبي او يشوف النبي. ليه فقد الشرط ده؟ عشان كانت امه ست كبيره ومريضه، وهو فضل ان هو يفضل جنب والدته يرعاها ويشوف هي محتاجه ايه، وما يروحش للنبي، ما يروحش يشوف النبي، فاسلم بالنبي بس ما قابلش النبي. فنزل من مكانه الصحابي لمكانه الايه؟ التابعي، والتابعي ده مكانه اقل من الصحابي. بس شوفي بقى المنزله. مات سيدنا النبي، ومات سيدنا ابو بكر، وجت خلافه سيدنا عمر. في خلافه سيدنا عمر كل ما حد يجي من اليمن سيدنا عمر يسالهم: افيكم اويس بن عامر؟ انتوا اويس بن عامر معاكم؟ فيقولون: لا يا امير المؤمنين، ما جاش السنه دي في الحج. قاعد جنب امه ما بيسيبهاش. السنه اللي بعدها سيدنا عمر يسال: افيكم اويس بن عامر؟ يجي حد جاي عمره من اليمن سيدنا عمر يقول لهم: افيكم اويس بن عامر؟ ده مين الراجل اللي سيدنا عمر عمال يسال عليه ده؟ ده يعني ايه السر اللي يخلي سيدنا عمر يسال على واحد من اليمن ما يعرفوش ولا قابله قبل كده، وواحد كمان من التابعين ما شافش النبي ولا قابل النبي ولا راح للنبي عليه الصلاه والسلام؟ لغايه ما جه في سنه من السنين يا استاذ زهاء سيدنا عمر يسال: افيكم اويس بن عامر؟ قالوا: نعم يا امير المؤمنين. ايوه موجود معانا السنه دي، جاي حج بيت ربنا. فسيدنا عمر نادى عليه قال: تعالى يا اويس. فاقبل حتى وقف بين يدي امير المؤمنين عمر. سيدنا عمر قال: انت اويس بن عامر القرني؟ قال: نعم. قال: يا أويس، أنت من مراد قبائل، ثم من قرن، من أطراف اليمن، مكانك في المكان الفلاني الفلاني في اليمن؟ قال: يا أمير المؤمنين، نعم. أيوة، أنت عارف السي في بتاعي كله. قال: يا أويس، كان بك برص في جسمك فشفاك الله منه إلا موضع درهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، نعم. إذا قال: يا أويس، لك والدة أنت بها بر، ليك أم أنت بر بها؟ قال: يا أمير المؤمنين، نعم. أيوة. قال: يا أويس، أدعو الله لي واستغفر لي. يا أويس، أدعو الله لي واستغفر لي. قال: يا أمير المؤمنين، ومثلي يدعو لمثلك؟ أنا أدعي لك؟ قال: يا أويس، استغفر لي، فإن رسول الله قال لي: يطلع عليكم أويس بن عامر من أطراف اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفاه الله منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، يا عمر إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك، فإنه لو أقسم على الله لأبره الله. الله الله يا الله يا الله، دعاء مستجاب. ده مش مستجاب بس، ده النبي بيقول لعمر: يا عمر، ده لو اقسم على ربنا ربنا يبر قسمه. كل ده ببر وبامه، عشان بر بامه، عشان فضل ملازم لامه، تحت رجلين امه، تحت قدم امه. الام فضلها عظيم، ومكانه الام كبيره جدا، ومهما عملنا عشان نرد لها الجميل والله العظيم مش هنقدر نوفي لها اي حاجه من جمالها علينا.